الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن ذي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان ألطفه ما الخلق بإقبالهم ثم الصلاة على أكرم مبعوث بخير هدي في أكرم الأمم والآل والزوج والأصحاب كلهم ما لاح نجم وما شمس ضحى طلعت وعد ما في أنفاس الكون من نسل وبعد فمن يرد له به خيرا يفقهه في دينه القيم. في كلام عن آداب المشي إلى الصلاة وهذا يندرج تحت قول ربنا تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري ومن قول ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح لنا هذا الأمر العظيم فامشوا في مناكبها. وأعظم المشي في المناكب أن تتذكر آخر الآية. كثير من الناس يستدل بهذه الآية على الرزق فقط وآخر الآية يدلل لك على أن الاستدلال بها على ما هو أعلى من الرزق. ماذا قال رب عز وجل؟ قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. و يا سلام إذا أتقنت كلمة إليه النشوء لن يصرفك عن الصلاة أي أمر من أمور الدنيا. ولذلك بعض الناس يستدل بالجزء الأول وينسى الجزء الثاني. ولذلك أنا أقول لكم من القواعد الذهبية أيها المباركون ألا تتعامل مع آيات القرآن بمبدأ فويل للمصلين. لو قلت ويل للمصلين معناها المصلين هذا كلهم إيش؟ خاسرون. لكن الآية التي بعدها تبين الآية التي قبلها أن هذا الويل إنما فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولذلك تجد بعض الناس يتعامل معك بهذا المبدأ يبتر لك الآية إن جاء يناظرك أو إن جاء يجادلك أو إن جاء يماريك. ولذلك دائما أقول لكم أيها الفضلاء إن ألقى عليك أحد شبهة من القرآن فقل له انتظر نخرج المصحف نقرأ الآيات التي قبل والآيات التي بعد ليستقيم لك البناء العضوي للآيات. هذه نقطة مهمة. كثير من الناس يأتي ويقول لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولم يعرف أسباب النزول وما كمل الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن التهلكة هنا البخل. التهلكة هنا هي البخل. فإذا لما نعلم النشور ما معنى النشور؟ ناشار بمعنى خلق وأحيا بعد موت. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وانظر للعظام كيف ننشرها. وفي قراءة سبعية عند أبي جعفر ونافع ويعقوب وحمزة كيف ننشزها. ودائما من القواعد الجميلة أن تعدد القراءات يدل على تعدد الفقه والعقيدة. في كل يعني في كل صلاة أذن الشيخ يعني نأتي برواية. ما الغرض منها؟ ليس فذلكة، لا، الغرض منها لكي يعلم أن القرآن نزل على 7 أحرف وعلى 10 أحرف. ونعلم أن هذا من لغة العرب، الناس المحفوظة عند العرب تسمى الناس. قل أعوذ برب الناس، هو نفسه الناس، لكن لهجة عند حمير وعند أهل العرب أن إذا خفضت الكلمة بقت ناس. ولكي تعلم أن كفوا فيها قراءات، كفوا وكفأً ومالك وملك، كل هذا قالوا تعدد القراءات يدل على فهم الفقه وترسيخ العقيدة. وهذه رسالة ماجستير ودكتورة جامعة من القرآن. أضرب لكم على ذلك مثال. لما تأتي إلى قول ربنا عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي رواية عند نافع وحمزة حتى يتطهرن. ماذا أفادك هنا تعدد القراءات؟ أفادك عدة أمور. الأول أن المرأة إذا ارتفع حيضها ونزلت علامة طهرها جاز لها الصيام ولم يجز لها الصلاة ولا العمرة
ولا إتيان الزوج حتى يتطهر أي تغتسل. لكن لما قال حتى يطهر يعني يرتفع الدم وتنزل علامة الطهر. فإن حاطت المرأة وطهرت قبل بزوغ الفجر في أيام رمضان نقول لها هنيئا لك صيام ذلك اليوم. طيب أقوم أصلي، أقول لها لا اغتسلي وبعدين تعالي صلي حتى يتطهر. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي رواية ربنا باعد بين أسفارنا، وفي رواية ربنا باعد بين أسفارنا. الأول دعاء، والثاني لفظ بالدعاء، والثالث استجابة. ربنا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هذا دعاء. وبعدين قالوا باعد، هذا لفظ في الدعاء وتأكيد في الدعاء. ومن الحماقة عافانا الله وإياكم أن يدعو الإنسان على نفسه بالشر والسوء. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من فضلك. يا أخي قل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. ما أجمل هذه الكلمة. ولذلك تجد بعض الناس، سؤال لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه من امرأة تقول يا شيخ، رجل يحكي عن زوجته يقول كان عندي ولد صغير 4 سنوات. تعرفون الطفل إذا جاء يأكل ماذا سيفعل؟ سيملأ المكان الذي أكل فيه. الأم طبعا تعبانة ونظفت المجلس والمقلب ونظفت البيت كله، وجاء الولد هذا أخذ قطعة خبز وجلس يأكل ثم ملأ الأرض. دخلت عليه الأم فماذا قالت؟ هنيئا مريئا يا بني. قالت الله يجعلها آخر أكلة تأكلها. أي والله السؤال دي لسماحة الوالد الشيخ بن باز موجود على موقع الشيخ. قال فالولد جلس قليلا ثم ذهب إلى بيت جدته، فلم يمكث 4 ساعات بعد الدعوة فمات. أعليها كفارة يا شيخ؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أبنائكم ولا على أموالكم ولا على أنفسكم. يقول الله يهديك إمام الحرم أحد أئمة الحرم وفقهم الله دعوة أمه، كان يسوي قروشة في البيت يكسر هنا يكسر هنا، وامه تقول له الله يجعلك إمام في الحرم. خرجت الدعوة لباب مفتوح إمام في الحرم. الله ينفع به من ذا خير وينفع به من الله، ورئيس لشؤون الحرمين بعد. هذا ليس معناه السلبية، ليس معناه احنا ما تقول الشيخ ليش بيستطرد، هذا في صلب موضوع المشي إلى الصلاة. لما تجي للصلاة صح زورتك في البيت، قم يا فلان الله يوفقك، قم يا فلان الله يحفظك، قم يا ابن الله ينفع بك، يلا يا زوجة الله يسعدك، يلا يا بنيات الله يحفظكن، أنتن في البيت حنا الآن في المسجد ونرجع لكم إن شاء الله. ثم تجعل في البيت عندك سبورة تسمى سبورة أنواط الامتياز، تجعلها عندك جوة البيت، هدايا كل أسبوع لمن لم يضيع تكبيرة الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف أداب المشي إلى الصلاة، قال من حديث ابن ماجة من صلى مع إمامه 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حسنه الألباني رحمه الله. 40 يوم مو 40 صلاة. أظن هذه دورة، أقل الدورات العسكرية والدورات العلمية كم يوم بتكون؟ 40 صح ولا لا؟ يخرج بعدها إلى وظيفته. فلما تحافظ على تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول والنداء 40 يوم، لا أراك بعد ذلك أنك تنام عن صلاتك إن شاء الله عز وجل. تكتب لك براءتان، واحدة من النار والثانية من النفاق، وهذا الذي نريده إن براءنا الله من النار والنفاق، هذه نعمة. من آداب المشي إلى الصلاة أن تعرف أن خطواتك إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أحسن الطهور، يعني ما تكروت فين؟ في الوضوء. وأنا هنا أنوه على مقطع قديم أظن قبل سنة لرجل يقول هذا وضوء النبي، مر عليكم في الواتس اليتيم؟